ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، نكمل ما بدانا به في الدرس الماضي. اتفقنا ان تكون هذه الدوره في اركان الاسلام على ما هو معلن عنها العبادات. اركان الاسلام: الركن الاول شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. وقلنا ان شهاده ان لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله، كل ما عبد من دون الله فعبادته باطله، والمستحق للعباده هو الله. الثانيه شهاده ان محمدا عبده ورسوله، طاعته فيما امر، تصديقه فيما اخبر، واجتناب ما عنه ونهى وزجر، وان لا يعبد الله الا بما شرع. بعدها نبدا بالصلاه. الصلاه قبل ان تاتي الى الصلاه ماذا تصنع؟ تتطهر في بيتك، ولا بد من الاتيان بشروط الصلاه. فمن يذكر لي شروط الصلاه؟ شروط الصلاه، الصلاه لها شروط واركان وواجبات ومبطلات، صحيح؟ نعم. من شروط الصلاه، اول شرط من شروط الصلاه الاسلام، وهذا معنى ان الكافر كفر اكبر والمشرك شرك اكبر لا تقبل صلاه. يعني لو كان يسب الرب ويصلي مثلا فصلاته باطل، يسجد للقبر، يطوف حول القبور، يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله، ويصلي لا تنفع الصلاه الا اذا تم، اذا تم تم الله عليه. اذا الشرط الاول الاسلام، مخالف بهذا لو صلى الكافر او المشرك فصلاته باطل، نسال الله العافيه والسلامه. والعقل فلو صلى المجنون فصلاته باطلة، ومن باب أولى السكران. الثالث من شروط الصلاة التمييز، التمييز أي التفريق بين الأشياء. فهل تصح صلاة الصغير؟ ننظر، إذا كان يميز يفرق بين الأشياء تقول له اجلس يجلس، تعال يأتي، فهذا مميز فصلاته صحيحة. النية لابد من النية في الصلاة، لأنه لو نوى بهذه الصلاة مراعاة الناس، مدح الناس في الصلاة باطل، إذا لابد منه. والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. ورفع الحدث، إذا لابد من رفع الحدث، فلو صلى بعد أن خرج منه ريح مثلا ولم يتوضأ فصلاته باطل. لو صلى وهو يعني محترم بعد ان احترم ولم يغتسل فصلاته باطل، اذا لابد من رفع الحدث الاكبر الاصغر. ولهذا قلنا يتطهر في بيته ثم ياتي الى المسجد. ولابد ايضا من ازاله النجاسه، شرط من شروط الصلاه. لا يصح ان يصلي في مكان نجس في الحمام، او يصلي على ثوب نجاسه او على بدن نجاسه وهو قادر على ازالته. ودخول الوقت، اذا لابد من دخول الوقت. هل يصح الان ان نصلي المغرب؟ جاءنا هذا الاخ وقال انا عندي موعد طائره او عندي كذا او عندي كذا من الظروف، اريد ان اصلي الان صلاه المغرب، يصح؟ لا يصح. اذا لابد من دخول الوقت، هل يصح ان نؤخر مثلا الان العصر الى بعد الفجر؟ لا، الصلاه على وقت. واستقبال القبلة، لابد من استقبال القبلة في الفريضة وفي النافلة،
وفي الحضر وفي السفر، إلا النافلة في السفر يصح للمسافر أن يصلي وهو في الطائرة أو في القطار أو في السيارة حيث توجهت به هذه الوسيلة للمسافر المواصلات، وستر العورة كذلك. ستر العورة أخواننا أمر مهم جدا، لأن بعض الناس هدانا الله إياه قد تكون صلاة باطلة عندما يصلي، خاصة في هذا السروال والبنطال عندما يركع ويسجد. فأنت ماذا تصنع؟ تحتاط قبل الدخول في الصلاة أنه لا تنكشف السواد، وتحتاط لهذا حتى لا تكون صلاتك باطلة. طيب، أتينا بالشروط، قلنا يتطهر في بيته ويخرج في سكينة ووقافة إلى المسجد، دخل المسجد يقدم الرجل اليمنى ويكتب الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجد الإمام على أي هيئة يدخل معه فيها، راكع، ساجد، قائم، جالس، في التشهد الأخير تدخل معه. فإذا وجدت الإمام قائم أو راكع تحسب لك هذا الركعة، وإلا فالركعة يعني ذهبت عليك تقضيها. وإذا وجدت الإمام لم يدخل في الصلاة بعد فماذا تصنع؟ إذا كان لهذه الصلاة سنة قبلية تأتي بالسنة القبلية، وإذا لم يكن لها سنة قبلية تصلي تحية المسجد. طيب، هذا الله أعلم ما يتعلق بشروط الصلاة. أركان الصلاة: القيام مع القدرة، لابد من القيام في صلاة الفريضة، أما النافلة يصح أن يصلي جالس لكن يأخذ نصف أجر القائم، وهذا إشكال الذين يصلون على الكراسي، يستطيع ويمشي الآن يمشي لن يأتي للمسجد ثم يضع الكرسي ويصلي عليه جالس. لا، نقول لابد من القيام، القيام ركن، فإذا جاء الألم والتعب اجلس، وجدت نشاط تقوم في الفريضة، أما النافلة صلي جالسا ولا إشكال. إذا لابد من القيام على القدرة. القدرة كيف تعرف؟ بأن لا يستطيع القيام بالكلية كان يكون مشلول عفاني الله إياه، أو يقدر مع ألم شديد فهذا يصلي جالس، لكن يقدر على شيء دون الشيء الذي يقدر عليه يقوم فيه، وإذا ما يقدر يستريح ويجلس. تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، لابد من قراءة الفاتحة في كل ركعة، في السرية وفي الجهرية وفي كل ركعة، وفي الحضر وفي السفر، وعلى الذكر وعلى الأنثى. لا تسقط الفاتحة بحال من الأحوال إلا إذا وجد الإمام راكعا يركع وسقطت عنه الفاتحة وتحسب هذه الله ركعة. فتحرص على تعلم هذه السورة، تصحيح للقراءة ومعرفة أقل ما يقال في تفسير هذه السورة، لأنه قد تكون الصلاة باطلة إذا لا ينطق بالفاتحة نطق صحيح. ثم بعد هذا الركوع، ثم الرفع والاعتدال من الركوع، ثم السجود على رأس سبعة، وهذا أكثر ما يكون خلل عند بعض الناس في السجود. سبعة أعضاء لابد تكون على الأرض، الجبهة والأنف هذا عضو، ثم باطن الكفين واجعلهما اتجاه القبل، ثم الركبتين، ثم باطن أصابع الرجلين، مفهوم؟ سبعة أشياء يمكنها من الأرض. بسم الله. بس هذا الوضع الصحيح للرجلين، باطن أصابع الرجلين على الأرض. خلي واحد عندك يسجد للقبلة حتى تريهم هذا، واحد من أصحابك يسجد للقبلة لكن السجود صحيح. جزاك الله خير. طيب، وينتبه من ماذا؟ من انكشاف العورة، حال الركوع حال السجود، ثم الاعتدال أو الرفع من السجود، ثم الجلسة بين السجدتين، ثم الطمأنينة.
لابد ان يطمئن في كل اركانه، ان بعض الناس هدانا الله اياه ينقر الصلاه نقر. كيف تتحقق الطمأنينه؟ بان يقول الذكر الوارد في كل ركن، فاذا قال في السجود سبحان ربي الاعلى في الغالب انه حقق الطمأنينه. والترتيب بين الاركان لا يصح انه يسجد اول شيء ثم بعد هذا يركع، لابد ان يرتب. ثم التشهد الاخير، يعني قراءه التشهد الاخير والجلوس له، والصلاه الابراهيميه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتسليمات، هذا اركان الصلاه. واجبات الصلاه جميع التكبيرات عدا تكبيره الاحرام، لان تكبيره الاحرام مر معنا ركن، يعني تكبيره الركوع وتكبيره السجود مثلا. قول سمع الله لمن حمده للامام المنفرد، ربنا ولك الحمد للجميع. قول سبحان ربي العظيم مره واحده في الركوع واجب، والزياده سنه. يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبح قدوس رب الملائكه والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. قول سبحان ربي الاعلى مره واحده في السجود، هذا واجب ويزيد بما ورد. وقول رب اغفر لي مره واحده بين السجدتين، واستحب له ان يزيد رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. التشهد الاول اي في الصلاه الثلاثيه والرباعيه، الثلاثيه كالمغرب والرباعيه ظهر وعصر وعشاء. التشهد الاول والجلوس له، هذا من الواجبات. طيب الآن نريد أن نراجع هذا اللي أخذه ثم نبدأ. من يقول لي ماذا أخذ؟ أي فائدة؟ نبدأ من هنا، من عند الشيخ، تفضل. أي فائدة استفدتها الآن من الدرس؟ فائدة واحدة أعرف، أنا أريد تعطيني فائدة استفدتها من الدرس، ماذا أخذ؟ أنا أقول شيء واحد قلنا في الصلاة، شروط الصلاة وهي الإسلام، فلو صلى الكافر صلاته باطلة. العقل، فلو صلى المجنون السكران باطل. فلو صلى الصغير ننظر يفرق بين الأشياء فصلاته صحيحة، لا يفرق صلاته باطل. النية، هل يصح أن يقول اللهم إني نويت أن أصلي في هذا اليوم 23 من شهر السادس 2014 في يوم الاثنين في مسجد الهدى في مدينة غرناطة الواقعة في فرنسا بالتوقيت المحلي الساعة 4:15، أصلي خلف الإمام الشيخ أبو من؟ أبو محمد. يصح أقول هذا؟ ما يصح. النية محل القلب والتلفظ بها بدعة، ورفع الحدث لابد أن يصلي وهو متوضئ، وإذا كان عليه اغتسال لابد أن يغتسل، ولابد من طهارة المكان والبدن والثوب، ولابد من استقبال القبلة في الفريضة وفي النافلة، إلا أن المسافر يصح أن يصلي حيث توجه بالدابة أو الراحلة أو القطار. ودخول الوقت وأخذ الزينة في الصلاة ستر العورة، صح؟ نعم. غير وش أخذ؟ ماذا أخذ؟ هذا ما يعرف عربي؟ خليه يروح هناك عند الأخ. طيب يلا هات يا رجل. واجبات الصلاة، قلنا جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة.
وقول سمع الله لمن حمده للإمام المفرد ربنا ولك الحمد للجميع، وقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع استحب له أن يزيد بالموارد، سبحان ربي الأعلى في السجود واستحب أن يزيد بالموارد، وقول رب اغفر لي بين السجدتين واستحب أن يزيد بالموارد، والتشهد الأول والجلوس. أركان الصلاة الله يفتح عليك. القيام لابد من القيام في الفريضة، تكبيرة الإحرام، قراءة سورة الفاتحة كاملة مرتبة بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها في كل ركعة في السرية وفي الجهرية، والركوع والرفع من الركوع، سجود على ما السمرة، والاعتدال من السجود والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة. الله يفتح عليك. أي فائدة؟ فائدة؟ أي؟ فهمنا شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة. يبقى معنا مبطلات الصلاة. الصلاة أخواننا قبل أن نذكر المبطلات، ما أهمية معرفة مبطلات الصلاة؟ ما الفائدة؟ لأنه قد تأتي بمبطل وتكون صلاتك باطلة وأنت لا تدري. لذلك الآن عندما تستخرج رخصة القيادة السيارة ما تستطيع أن تقود السيارة إلا باستخراج أوراق للقيادة، صحيح؟ فيعطوك هذه الرخصة متى؟ عندما تتعلم الأشياء التي يجب أن تفعلها والأشياء التي لا تفعلها، مخالفات. لو صنعت مخالفات تسحب منك هذه الرخصة أو نقص في النقاط، صحيح؟ فما بالك الصلاة؟ الصلاة لابد لها من شروط وأركان وواجبات، ولابد أن تبتعد عن المبطلات. فما هي مبطلات الصلاة؟ خروج البيت، الكلام العمد مع العلم والذكر. لو تكلم الصلاة عامدا عالما ذاكرا فصلاته باطلة. يعني أخرج الجوال الآن من جيبي وتكلم، قال يا أخي أنا أصلي، تسلي بعد الصلاة وأدخل الجوال في جيبي، يا صح صلاته باطلة. طيب، الكلام العمد مع العلم والذكر. ثاني، الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة، تنظر إليه تظن أنه غير مصلي، تنظر إليه تظن أنه غير مصلي من كثرة ما يتحرك، يأخذ الجوال ويفتحه وينظر في الرسائل ثم يجيب عنها يكتب الرسائل، تنظر إليه كأنه غير مصلي والله من كثرة ما يتحرك، التفات كثير عن القبلة، يلتفت لهذا الاتجاه وهذا الاتجاه، أو يأكل ويشرب، يضع هنا السندويش وهنا في الجيب الآخر البيبسي، ويأكل ويشرب في الصلاة، أو يضحك. انكشاف العورة مبطل للصلاة، انتبه، يعني يصلي في البنطال. انتقاض الطهارة، إذا انتقض الطهارة الإنسان هذا مثله مثل بقية الناس، كل واحد منا يخرج من نوره، فلو انتقض الطهارة ماذا تصنع؟ يا أخي تخرج تتوضأ وتبقي، حتى لو كان الإمام، ما الإشكال؟ يستخلف إنسان ويخرج يتوضأ ويأتي، تخاف من من؟ من الله؟ الحمد لله ما كنت تصلي غيرها. بقي شيء من مبطلات الصلاة؟ قلنا خلاص إذا أن انتقضت الطهارة. طيب الآن يا أخواننا الصلاة كما قلنا مفتاح الصلاة ما هو؟ تحريم والتكبير، مفتاح الصلاة طهارة، فتتوضأ قلنا في بيتك، كيف؟ تنوي بالقلب، تسمي تقول بسم الله، تغسل الكفين ثلاثة أو مرة واحدة، غسل الكفين سنة،
إلا في نوم الليل تغسل ثلاثة، ثم تأخذ حفنة من ماء بيدك اليمنى تتمضمض وتستنشق، تتمضمض بأن تدخل الماء في فيه وتستنشق، تسحب الماء بمنخريك، ثم تمج الماء من فيك تخرج من فيك، ثم تستنثر بإخراج ما دخل في المنخريك بيدك اليسرى. تأخذ حفنة من ماء تتمضمض وتستنشق، ثم تمج الماء من فيك وتستنثر باليد اليسرى، ثم تغسل الوجه من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن العوض. من أين؟ من منبت الشعر المعتاد أو من منحنى الجبهة، لأن بعض الناس عنده صلع عفان الله إياه، فمن أين يمسح؟ يمسح من منحنى الجبهة، مفهوم؟ طيب، اللحية كذلك تغسل لأنه يحصل غير مواقع. ثم يغسل اليد اليمنى مع المرفقين، ولا يزيد هنا في المنكبين، لا يزيد في العظم، المهم يستوعب المرفقين اليمنى ثم اليسرى، ثم يمسح الرأس، يبدأ من مقدمة الرأس إلى قفاه، ثم يعود مرة أخرى، ثم يدخل سباحتين في صماخ أذنين ويمسح بالإبهام الظاهر، ثم يغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. الحمد لله، هذا ما يتعلق بماذا؟ بالوضوء. الحمد لله. ما هي نواقض الوضوء؟ نواقض الوضوء، كيف انتقض وضوءك وما تستطيع ان تصلي لابد ان تتوضا؟ الخارج من السبيلين مطلقا، كل خارج من السبيلين فهو ناقض الوضوء، بول وغائط وريح وحصى وديدان ومذي 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 ووذي ومني وحيض ونفاس ودم، كل خارج من السبيلين ناقض الوضوء. ارتاح صح؟ الثاني أنا أخاف أحد نائم في نوم ثقيل، الآن عندنا نوم ثقيل، في نوم ثقيل وفي نوم خفيف. طيب الله يفتح عليك. زوال العقل، زوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون أو مخدر، زوال العقل، إذا زال العقل بأي شكل من الأشكال بنوم أو سكر أو جنون أو إغماء أو مخدر فالوضوء انتقض، لكن النوم ليس من أقل الوضوء كما قال الشيخ زاوي، هو مظنة لخروج الليل، فإذا كان يشعر بنفسه يعني هذا الأخ المتكئ هنا غلب النعاس، فنقول هل تشعر بنفسك؟ قال أشعر وأسمع صفة الوضوء وأسمع كذا، لكن يعني خفقة بسيطة، فهذا انتقض الوضوء؟ لا، لأنه يشعر بنفسه أنه لم يخرج منه شيء، مفهوم؟ لكن هذا الأخ يقول أنا ذهبت ولا أشعر بشيء أصلاً، خرج ريحة ولم يخرج ريحة، لا أدري والله، فهذا انتقض. إذا العبرة ليس بالثقيل والخفيف، لأنه بعض الناس نوم الخفيف عندك ثقيل والثقيل خفيف، صحيح؟ فالعبرة بالشعور والإحساس، يشعر متأكد أنه لم يخرج منه شيء فهذا لم ينتقض ولا فانتقض. أكل لحم الجزور، أكل لحم، ما هو الجزور؟ لحم الإبل، خرج بهذا. لو أكل لحم خروف أو غنم أو دجاج انتقض الوضوء؟ لا، ما انتقض. لحم خنزير طيب لا يجوز أكله أصلا، كيف تأكله أصلا؟
مسلم تأكل الله يهديك. أتكلم أستاذ، هذا جواب سديد. أكل لحم الجزور، أكل لحم الخيل، خيل؟ أكل لحم الإبل، أكل لحم الخيل جائز، لو أكل ما ينتقض الوضوء. طيب، الردة نسأل الله العافية السلام وابطل كل الأعمال. كيف؟ يسب الرب مثلا، لو سب الرب فهو مرتد. ثم تاب، قال تبت إلى الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله. يستطيع أن يصلي بالوضوء الذي كان قبل السب؟ لا. طيب غيره، اللي يتكلم يرفع اصبعه. مس الذكر الصحيح انه غير ناقض الا اذا خرج من الذكر شيء اصبح الناقض خارج من السبيل. لا هذا موجب الاغتسال اعلم. غير الخارج من السبيلين، زوال العقل، الردة، أكل لحم الجزور، والمس قلنا غير ناقض، ويبقى معنا مسألة مختلف فيها خارج العشر. أتكلم. طيب هذا ما يتعلق بالوضوء. التيمم أن ينوي ثم يسمي، يقول بسم الله، ثم يضرب ضربة واحدة على ماذا؟ على الأرض، سواء كانت من طين أو من رمل أو من حصى أو من تراب أو حجارة، ضربة واحدة بسم الله، يضرب ضربة واحدة. ثم لو علق فيها ما شيء يضرب احداب الاخرى او ينفخ ويمسح الوجه وظاهر الكف اليمنى وظاهر الكف اليسرى. الحمد لله رب العالمين. تعيد وانت عندك كيف تتمم؟ واحد بسم الله ينوي ينوي بماذا؟ باللسان ولا بالقلب؟ بقلبه. ثم يسمي بسم الله، ثم يضرب ضربه واحده على الارض، ثم يمسح الوجه. نعم بس هكذا واحدة بس. الحمد لله رب العالمين. ينوي يسمي ضربة واحدة ثم يمسح الوجه وظاهر الكف اليمنى وظاهر الكف اليسرى والحمد لله رب العالمين. طيب صفة الاغتسال، صفة الاغتسال، الاغتسال عندنا على قسمين، اغتسال مجزئ واغتسال كامل مستحب واغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. الاغتسال المجزئ أن ينوي بقلبه يسمي ويعمم كل البدن بالماء وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، التحقق من وصول الماء إلى أصل البشر أصل الشعر مع المضمضة واستنشاق، هذا اغتسال مجزئ، مجرد ما اغتسل يدخل يصلي ولا إشكال فيه. مرة أخرى ينوي يسمي يعمم جميع البدن بالماء مع المضمضة واستنشاق، الحمد لله رب العالمين، سهل جدا. الثاني اغتسال مستحب كامل، اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، ينوي الاغتسال يغسل الفرجين ثم يغسل اليدين، يبدا يتوضا وضوء الصلاه، يسمي يتمضمض يستنشق يستنثر، يغسل الوجه يخلل اللحيه واليد اليمنى اليد اليسرى، يغسل الراس يرويه مع الاذنين، يغسل الشق الايمن ثم الشق الايسر، ثم يغسل رجله. وضوء مع اغتسال مره ثانيه، يغسل الفرجين يعني يسمي يغسل اليدين يتمضمض يستنشق يستنثر، يغسل الوجه اليد اليمنى اليد اليسرى، يغسل
الرأس يروي بالماء مع الأذنين، ثم الشق الأيمن، ثم الشق الأيسر، ثم يقصد الرجل. والحمد لله رب العالمين. مفهوم؟ طيب، موجبات الاغتسال، من الذي يجب علينا الاغتسال؟ من؟ نريد موجبات الاغتسال. عن الشيخ إسلام الكافر وغيره وموت غير الشهيد، صح؟ هذا ليس سبحان الله، ما تنسى بعد عمر طويل في طاعة الله، ما تنسى. نغسل وجوبا أم لا؟ إلا إذا كان شهيد معركة لا يغسل، وغير هذا واجب. موت غير الشهيد والتقاء الختان والاحتلام، صح ولا لا؟ وغير الجماع، قلنا الجماع، التقاء الختانين هو الجماع. مفهوم؟ طيب، الآن قل وجد ماء توضأ به، لم يجد تيمم. عندنا المسح على الجوربين، المسح على الخفين، المسح على هذا البوت سموه أو جسمه، ما أدري متى يمسح عليها. يمسح عليها إذا لبس الجوربين على وضوء كامل، غسل وجيب الماء يلبس، ولا أن يمسح المقيم يوم ليلة والمسافر ثلاثة أيام بالليالي. طيب، عندنا صلاة فريضة وصلاة نافلة، صحيح؟ طيب، من يذكر لي صلاة الفريضة ما هي؟ أخوانا سبحان الله، نعم، صلاة الفجر ركعتين، والظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء أربع ركعات، هذا للمقيم. أما المسافر له قصر رباعية، ما الرباعية؟ يعني الظهر والعصر والعشاء فقط، المغرب لا يقصر، الفجر لا يقصر، يقصر الرباعية فقط. الله يفتح عليك. هذه صلوات يومية، وعندنا صلاة جمعة. الجمعة هذه عيد الأسبوع، يجتمع الناس، يجتمع أهل البلدة في مسجد واحد. نعم، هذا اجتماع، اجتماع أسبوعي، والأصل أن نجتمع ولا نفترق على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. تغتسل، تبكر، تأتي إلى المسجد، تقرأ سورة الكهف، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تكثر من الصلاة ركعتين ركعتين إلى أن يخرج الإمام. يخرج الإمام تنصت، يخطب بين خطبتين. أول ما يدخل الإمام يسلم على الناس ويجلس، ثم يبدأ المؤذن بالأذان، ثم يقوم يخطب الخطبة الأولى، ثم يجلس، ثم يخطب بهم الخطبة الثانية، ثم يقوم ويصلي بهم ركعتين. يعني في هذا اليوم لا يوجد ظهر، يوجد جمعة. يجهر بالقراءة، نعم، وكذلك يوم الجمعة هناك ساعة إجابة. من أرجح الأقوال في هذه الساعة والله أعلم من خروج الإمام لن تقام الصلاة، هذا قول قوي. القول الثاني قبل غروب الشمس، هل يصح أن يقول جمعة مباركة؟ لا، مرت جمعة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ولم يقل أحد للنبي صلى الله عليه وسلم أو يقول أحد من الصحابة جمعة مباركة، جمعة مباركة وسبت مباركة وأحد مبارك واثنين مبارك، صحيح؟ كل أيام الله مبارك الحمد لله، صحيح؟ أي نعم. طيب، صلاة الجمعة، صلاة الجماعة، ما حكم ترك صلاة الجماعة
من الرجال البالغين مما يقدر على حضور الجماعة، يعني سليم معاف، ما حكم ترك صلاة الجماعة؟ من يعني؟ نعم؟ ما عنده عذر، ما حكم من ترك صلاة الجماعة وقادر عليها؟ ذكر، عاقل، وبالغ، ما حكم ترك صلاة الجماعة؟ من يعني؟ إخوانا ترك صلاة الجماعة شرعا يجوز؟ مكروه؟ من يعني؟ كبيرة من كبائر الذنوب. سبحان الله، هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليهم بيوته، تحريق البيوت على أمر مكروه. كان الصحابة رضي الله عليهم الواحد منهم يؤتى به يهادى بين رجلين، يعني يحمل رجل عن يمينه ورجل عن يساره، حتى يأتي الجماعة لأنه لا يتخلف عنها إلا منافق ظاهر النفاق. مفهوم؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واركعوا مع من؟ مع النساء؟ مع الراكعين؟ في الحرب، في الحرب، في الحرب تشرع الجماعة يا شيخ؟ في الحرب ما خفف عن الجماعة، فما بالك في السلم، صح؟ تشرع صلاة الخوف جماعة في الحرب أم لا؟ إذا ما بالك في السلم. إذا من ترك صلاة الجماعة من الرجال أصلا هو مرأة حتى ما يحضر الجماعة، من الرجال البالغين قادر، خرج بهذا العاقل قادر على حضور الجماعة، فهو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. مفهوم؟ ثم أخواننا، كيف يعرف المسلم من الكافر أصلا؟ بماذا؟ ما الذي عندك حياتك اليومية فرق بينك وبينك؟ الصلاة، صح؟ أي نعم. وأول ما يحاسب عليه العبد صلاة، فرض الله بنفسه سبحانه وتعالى. هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة لم يصلي يا جماعة؟ تعرف هذا؟ لا، لكن نحن سواء فينا أو حق. طيب، لكن في الوظيفة الحكومية أو أبد لا يتأخر ويتغير، إن يخصم عليه أحيانا في اليوم 50 يوم مشكلة أو 100، فما بالك لو يخصم أكثر، صح؟ يعني ماذا تصنع؟ تظهر افتقارك إلى الله، تدعو الله ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء، تنام مبكر، تترك السهر وكأس العالم وهذه الأمور التي تنهي عن الصلاة، لأنه ما يضع كأس العالم إلا أوقات الصلوات، صحيح؟ أي نعم. وبعض الناس يعني سبحان الله ما يتحمل في المسجد 5 دقائق 10 دقائق، أطال بنا وتأخرت الإقامة وكذا، لكن في كأس العالم يظل على الدرجات 10 ساعات، لا أكل لا شرب في مكان واحد، ما يتحرك، قد يكون طيلة المباراة واقف ما يجلس، ما في شيء، شياطين تركب هؤلاء والله جميعا ما يجعل. نعم، قد يرقص من الليل أول الليل إلى الفجر ما يجعل، لكن لا جاء الصلاة كما يقول الشافعي رحمه الله، إذا يقول رأيت شيخ في 90 من عمره نسأل الله العافية السلام يعلم الفتيات الرقص، إذا جاء وقت الصلاة صلى جالسا، صلاة الجماعة يا إخوان، اجتماع الأمة، يحصل فوائد كثيرة من اجتماع، والله صدق أقل ما يكون إرضاء الله سبحانه وتعالى، بيان عز الأمة، اجتماع الأمة، لأن اجتماع الأمة في غار الكفار، ما يجتمعهم هم أصلا، اجتمعوا؟ ما اجتمع حتى يوم الأحد ما اجتمعوا، تفقد الأحوال
لأنه كيف أعرف أن هذا صحيح أو غير؟ في صلاة الجماعة صح؟ أي نعم. طيب غيره من الصلوات يا أخواننا إيش نصلي صلاة؟ السنة الرواتب الله يفتح عليك. من يذكر لي السنة الرواتب؟ سنة مرتبة مع الفرائض ما هي؟ من يعرفها؟ بسم الله ما شاء الله. الفجر ركعتين قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها. نعم. وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. الله يفتح عليك. هذه السنة الرواتب كم ركعة كلها مجموعة؟ 12 ركعة. تمام. ما الفائدة منها؟ الفائدة تسد الخلل الذي في الفرائض وتحمي الفريضة. لأنك الآن أنت إذا تصلي الفريضة وتصلي النافلة محافظ على النوافل الفرائض في أمان بإذن الله. أما لو ما تصلي، إذا كنت لا تصلي النوافل الفريضة في خطر صح؟ أي نعم. طيب هذه السنة الرواتب، أهم هذه السنة الرواتب، أما ركعتي الظهر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، الفجر أهم هذه السنة الرواتب، وفارقت السنة الرواتب في أمور منها أنها لا تترك لا في حضر ولا في سفر صحيح، وأنها تخفف دون إخلال الصلاة، ولها قراءة خاصة في الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، والثاني بعد الفاتحة الإخلاص قل هو الله أحد. في الأجر هذه الركعتين من يقول خير من الدنيا وما فيها، كأس العالم وكذا، قال نعطيك كل ما على وجه الأرض تنام. لو قال لك ممكن 10 أيام ما تنام تفكر فيها، هذا ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، كأس العالم وكذا. مفهوم؟ أنا بعض الناس ما يصبر هذه الأيام عن كأس العالم، الله المستعان. المهم طيب سنن رواتب غير السنة الرواتب. الوتر أقل الوتر كم ركعة؟ من يعرف؟ أحسنت. أقل الوتر 3 ركعات، هذا أقل الكمال، أقل القليل ركعة. فإذا سئلت أقل الوتر كم ركعة؟ 3. أقل القليل ركعة. قال الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر يعني ركع وهو يقدر عليه فهو مرؤوسو لا تقبل له الشهادة، يعني فاسد. في أحد ما يقدر على ركع؟ في ما الحمد لله، مجرد ما تنتهي من صلاة العشاء إذا كنت تعلم من نفسك أنك لا تصلي بالبيت ركع وامشي صح؟ كم تستغرق منك؟ أقل من دقيقة أحيانا صحيح الحمد لله. طيب إذن أقل صلاة الوتر كم ركعة؟ 3. نعم. وأكثر 11 ركعة. وصلاة الليل أو صلاة التراويح يصلي ركعتين 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 ثم يوتر بواحد. طيب صلاة الكسوف يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعين. مفهوم؟ مو مفهوم. ركوعين يعني الآن لما نصلي الفجر الآن مثلا كم ركعة نركع في الأولى؟ ركعة واحدة. في صلاة الكسوف تركع ركوع أول ثم تقوم تقرأ الفاتحة وسورة وتركع مرة أخرى ثم ترفع، هذه الأولى والثانية مثلها. مفهوم؟ مرة أخرى مثل صلاة الفجر، لكن عندما تركع
ترفع تقرأ الفاتحة وسورة ثم تركع ركوع ثاني ثم ترفع السماوات الحمد ثم تسجد هذا ركع والتسمع الثانية مثلها مفهوم هذه صلاة وسوء. طيب صلاة أي صلاة استخارة أبشر صلاة الضحى تصلى صلاة الضحى وقت إشراق الشمس إلى قبيل الظهر بربع ساعة 20 دقيقة هذا وقت صلاة الضحى صلاة الإشراق صلاة أوابين وغيره مفهوم متى من طلوع الشمس يعني وقت الإشراق إلى قبيل صلاة الظهر بربع ساعة 20 دقيقة تصلى ركعتين 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 مفهوم الله يفتح عليك لأنك الآن من نعم الله التي عليك التي لا تعد ولا تحصى هذه المفاصل صح وهذه المفاصل تحتاج إلى شكر وتحتاج إلى صدقة تتصدق شكرا لله في كل يوم ركعتين الضحى تجزي عنها عن الصدق عن كل المفاصل مفهوم فتح الله عليك صلاة الجنازة تكبر التكبيرة الأولى وتقرأ الفاتحة مباشرة دون دعاء استفتاح تستعين وتبسمل وتقرأ الفاتحة وإن قرأت سورة من القرآن لا أشكال ثم تكبر الثانية وتصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية ثم تكبر وتدعو للميت والأولى تدعو بما ورد ثم تكبر ثم تسلم تسليمة أو تسليمتين لا أشكال مفهوم الحمد لله يا شيخ خليك معنا اترك الكتاب الله يوفقك ويصح أن يكبر 5 تكبيرات 7 تكبيرات اللي ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام طيب صلاة استخارة الاستخارة صلاة الاستخارة الآن متردد هذا يتزوج سعاد أو لا متردد في ماذا في الزواج تزوج سعاد أو لا فأي شخص من يعرف يأخذ وردة يأخذ وردة تزوجها لا تزوجها تزوجها لا تزوجها تزوجها الحمد لله يصح هذا لا ها لا لا يصح لا يصح لماذا لأن هذا هو فعل الجاهلية صح إيش علاقة تزوجها ما تزوجها وهذا الأولاد عندهم بعض الكلام يعني يقولون يعني يقول هذا أتزوجها وهذا ما تزوجها حادي بادي كذا ما في كلام عندهم كذا كذا الحمد لله ما تزوج يصح هذا فعل أهل الجاهلية استقسام بالأزلام فماذا يصنع متردد يتزوج سعاد أو لا يتزوج يدعو الله يقول يا رب اختر لي مفهوم فإذا عزم على زواج سعاد ماذا يصنع له يصلي ركعتين غير الفريضة حتى وإن كانت راتبة الفجر لا أشكال المهم لا تكون الفجر أو الظهر أو المغرب أو العشاء أو الجمعة ثم بعد التشهد بعد أن يقرأ التشهد ويصلي الصلاة الإبراهيمية على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويستعيذ بالله من 4 يبدأ يدعو اللهم أن أستخيرك بعلمك صح الدعاء ثم بعد هذا يسلم وبعد هذا إيش يصنع ينام ماذا يصنع ينام فإذا رأى في المنام كوابيس وأحلام مزعجة ترك سعاد يصح؟ لا إيش علاقة يا أخواننا من الدرس الأول قلنا المنامات ليس لها علاقة عندنا صح؟
ايش علاقة المنام والكوابيس؟ هذا من الشيطان. فأنت الآن ماذا صنعت؟ قلت يا رب أنا لا أعلم، وأنت الذي تعلم الذي قدر لي، وأنا أمشي ماشي وتيسرت الأمور في سواء السعادة الحمد لله. تخاصم مع سعاد ومع أبيها وحصلت مشاكل وحصلت فرق، قال الحمد لله هذا الذي قدر الله عليه الحمد لله، أنا استخلت والحمد لله خير. مفهوم؟ أما ينام أو يرمي حجر أو يضرب للطير أو قال اليوم أعوذ بالله استبحنا بفلان أعوذ بالله، يصح هذا؟ قول أعوذ بالله هذا تطيب، مسلم ما يتطيب صح؟ مسلم دائما ايش؟ متفائل. مفهوم؟ نعم. نكتفي بهذا ارتاح او نستمر الفجر؟ لا ناخذ ربع ساعة يعني راحة، لان الذهن هنا بعد ساعة ما يجب المشكلة، لابد من راحة ربع ساعة بس لا احد ينصرف. مفهوم؟ اي نعم. والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 7:15 ان شاء الله نبدأ.